بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين لغايه اخبار. الكابتن ياسر السبعي مدرب منتخبنا الوطني السابق عم يلعب على الحبلين. رح نعرف ليش عم سمي الكابتن ياسر السبعي بهذا الوصف او عم وصف الكابتن ياسر السبعي بهذا الوصف. قبل ما نبدا بالفيديو، اذا معك مشترك بالقناه اتمنى منك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، لا تنسى تدعمني بلايك وكومنت. طبعا هذا اللاعب اسمه احمد السبعي، عم يلعب حاليا بالدوري القطري مع نادي السيليه، قادما من نادي الدحيل القطري. وهذا اللاعب هو ابن المدرب ياسر السباعي، مدرب منتخبنا الوطني. اللي بهمنا بالامر انه اللاعب احمد السباعي هو لاعب المنتخب القطري، لاعب المنتخب القطري الاولمبي اللي راح يواجه منتخبنا السوري الاولمبي بعد ايام قليله. لكن الغريب بالموضوع انه الكابتن ياسر السباعي كان عم يطلع بشكل دائم على قنوات الكاس القطريه كمحلل وخبير بالكره السوريه، عم يطرح افكار نقد، عم يطرح افكار لتطوير الكره السوريه، عم يطرح افكار وينتقد الاخطاء الموجوده بالمنتخب السوري. بصفته متحدث عن الكره السوريه او مدرب بالكره السوريه او خبير بالكره السوريه، بنفس الوقت اللي كان عم يبحث فيه لابنه عن مستقبل بعيد عن الكره السوريه، عن مستقبل بعيد عن اصوله السوريه، عن مستقبل بعيد عن المنتخب السوري، وعم يوضع ابنه بمواجهة مباشرة مع منتخب بلده، مع منتخبنا السوري. يعني ما بعرف، انا كابتن ياسر السباعي بصراحة اذا بدي اوصفه ما فيني اوصفه الا بالشخص الحويص بالعامية مثل ما بنحكيها، مرات مع المنتخب القطري، مرات مع المنتخب السوري. يعني انت كرامتك كيف تسمح لك انك انت من منبر بتكون خبير بالكرة السورية و متحدث عن الكرة السورية وعلى القنوات القطرية، وبنفس الوقت عم تبحث لأبنك انك تضعه بالمنتخب القطري وبمواجهة مباشرة مع منتخب بلدك اللي انت على اساس طالع عم تتحدث عنه كممثل عن المنتخب السوري وكممثل عن الرياضة السورية؟ يعني شوف المصلحة الشخصية اللي موجودة عندنا بالكرة السورية مو طبيعية ابدا، بصراحة مشاكل مو طبيعية. هاي بصراحة يعني الاساس تبع المرض الموجود بالكره السوريه هي المصلحه الشخصيه. شوف انه مصلحه الكابتن ياسر السبعي يطلع يحلل المباريات وينتقد الرياضه السوريه على القنوات القطريه، بنفس الوقت مصلحه ابنه مع المنتخب القطري، لذلك تم تجنيس اللاعب وعم يلعب حاليا بالمنتخب القطري، وعم يوضعه بمواجهة مباشرة مع المنتخب السوري بمباراة مفصلية. يعني المنتخب السوري حاليا المفروض يتغلب على المنتخب القطري ليكون داخل التصفيات، غير هيك راح نكون نحن خارج الحسابات. يعني شوف في المصلحة الشخصية لوين، مصلحته الشخصية انه يطلع يحلل ويكون متحدث عن الكرة السورية، وبنفس الوقت مصلحة ابنه انه تكون مواجه للمنتخب بلده، مواجه لمنتخبنا السوري. بصراحة للأسف بنرجع بنعيد بكل فيديو نفس الموضوع، انه المصلحة الشخصية عم تتبدى على مصلحة المنتخب، عم تتبدى على مصلحة البلد، على مصلحة الجمهور، على مصلحة الشعب. للأسف كل مين عم يشتغل بمصلحته الشخصية، وكل مين عم يجعل المنتخب واجهة له على انه متحدث باسم المنتخب، لكن بالخفايا وراء الكواليس عم يكون الشغل كله لمصالحهم الشخصية. ايضا في انباء عن طريق عبد القادر كردغلي لمهامه في اتحاد الكرة، والاقرب ليستلم مكان عبد القادر هو كيفورك مارديكيان، والد اللاعب مارديك مارديكيان. بتمنى التوفيق لمنتخبنا السوري، بتمنى التوفيق للكره السوريه والرياضه السوريه ونتطور بشكل افضل من هيك. بنتمنى التوفيق ايضا لمنتخبنا الاولمبي السوري امام المواجهه الصعبه والمواجهه المفصليه امام المنتخب القطري، وان شاء الله نقدر نفوز ونتاهل. انتظروني بفيديوهات جديده وما تنسوني من دعمكم، وتبقوا بخير وصحه وسعاده، والسلام عليكم.